فريق برنامج الثمرة كان له زيارة لمزرعة الأبقار الحلاب التابعة لأولاد ربيع بمحافظة الغربية، وهناك قابلنا الحاج عبدو ربيع. قصة نجاح حقيقية في تربية الأبقار الحلاب والتسمين، واللي بدأ مشروعه بأربع بقرات، والنهاردة بيمتلك أكتر من 100 راس من الأبقار الأوروبية الهولشتاين الألماني لتقديم كل لتر من الحليب الخام كامل الدسم طبيعي 100% عالي الجودة. كمان اتعرفنا من الحاج عبدو ربيع على متوسط الإنتاج في المزرعة، واللي بيبدأ من 40 لتر حليب حتى 50 لتر يوميا. كمان الحاج عبدو ربيع خبرة كبيرة في تسمين العجول، وسألناه عن أسعار اللحوم مرتفعة ليه، واللي قال انت شايف ارتفاع سعر العلف ومفيش بدايل علف تغني عن الأعلاف الأساسية سواء في التسمين أو إنتاج الحليب. وعلى الرغم من ده الحاج عبدو شغال وبيعافر، وقال يوم حلو ويوم وحش، والفترة اللي جاية بسعى في التوسع في المشروع. الحاج عبدو ربيع صاحب مزرعة أولاد ربيع لإنتاج الألبان واللحوم بالغربية، أهلا بك. أهلا بك يا باشا. قول لي احنا بدأنا ازاي بقى في مشروع الانتاج الالبان وتسمين العجول هنا؟ احنا بدأنا في التسعينات كده بتربية من 4 بقرات لـ5، بدأنا نتحدث واحدة واحدة، كم بهم خليط لفريزيان لاستيراد بهم الماني كده. تمام، بدأنا المشروع. تمام، سعة المزرعة النهاردة حاليا كام بقى؟ هي وسعت سع عدد ايام النهاردة عندنا قد ايه راس بقى احنا؟ بإذن الله فوق من 100. السلالات اللي عندك ايه بالنسبه للابقار؟ اللي عندي الماني. قول لي بقى بالنسبه لي الابقار الالماني احنا بنتعامل ازاي النهارده مع العلف؟ يعني هل في بدائل علف ولا بنعمل ايه مع العلف؟ لا، العلف هو اللي هو العلف، بس العلف غالي. العلف دلوقتي انت عالي سعره، جامد عالي يعني. الناس بتقول لك اللبن غالي. اللبن مش غالي، اما احسب اللبن على سعر الكيلو العلف بـ21 جنيه، ولبن بـ12 جنيه ونص، ما يقيمش السعر. يعني هنا اللبن السايب النهاردة بيخرج من المزرعة مثلا بـ12 ونص، صح؟ ايه، من 12 لـ12 ونص. يوصل بقى لسه هيتبرد ويتعبق بقى ولا طريقه بقى مصان. طب شوف يا حاج يا عبدو، يعني ما فيش مثلا بدائل للعلف مثلا خلاف العلف مثلا الفول الصويا والكلام ده؟ لا ما فيش بدائل للأبقار. لا للأبقار اللي بتحلب ما فيش بدائل للحاجات. مش بنأكل مثلا برسيمة او حاجة؟ لا، ده البرسيم ده طقة خفيفة، ماش مغذي. احنا عندنا هنا مركز تجميع. عند تجميع التنكة. احنا الانتاجية بالنسبة لي الابقار هنا قد ايه بقى متوسط الانتاجية؟ معدل 40ات. 40 في مفاوض حسب الانتاج بتاعك في الاكل. ممكن هنا اعلى انتاجية كانت كام هنا عندك؟ ممكن بنت تعدل 50 كيلو، بس قليلة قليلة للجو اللي احنا فيه ده وسعر العلف والدنيا. عندك بقى بالنسبة للتسمين؟ بالنسبة للأجور التسمين دي ولاد بهيمة، ما بدخلش، بضطر اطلعهم لحم، ما ببيعهمش فطام ولا. تمام، بالنسبه لعجول التسمين بتاكل اكل سلاج وعلف. سلاج وعلف ايه؟ ودريس. اللحمه بس غاليه قوي يعني. ما هو فين اللحمه غاليه، العلف ما هوش رخيص، ما هو فايق، خلي العلف يرخص تلاقي الدنيا ترخص. بالنسبه بقى للتعامل مع هنا مع اداره الانتاج الحيواني بالنسبه للغربيه هنا، الناس بتتعامل معاك ازاي هنا؟ انت لا، الناس كلها كويسه معانا، فاتح مشروع كويس النهارده الانتاج الحيواني، الناس كلها ناس حلوه ومعانا كويسين، ما بتخرجش عننا في اي طلبات. ما جربت السلالات خلاف الهولشتين هنا بالنسبه؟ جربت بالنسبه للسمنتال بيبقى انتاجه ضعيف في اللبن. كان عندي سمنتال بيبقى انتاجه ضعيف في اللبن بس بيشيل لحميه. يعني النهارده يا حاج عبد اللي عنده مزرعه خسرانه بكل المقاييس بسبب العلف، بس احنا مكملين غصب عننا. احنا ناس اتنشأنا على الموضوع ده، نروح فين بعد منه؟ أسرة فيها افراد ياما مكونة من الموضوع ده. بتورد لمين اللبن بقى دلوقتي؟ احنا في شركة سيكما اللي بتاخده. طب احنا الفترة الجاية ممكن نتوسع مثلا في المشروع ده، ولا هنعمل ايه الفترة اللي جاية بقى؟ ما انا ممكن اتوسع بس ما عنديش امكانيات. اه، انا عندي امكانيات اجيب بهاي، انما ما عنديش امكانيات ارض. انا عندي امكانيات ان انا اتوسع في المشروع اكتر من كده، ومعدات جاهزه، بس ما فيش امكانيات توسيع. طب بالنسبه ما حبيتش تدخل مثلا عجول بلدي احنا نسمينا هنا مثلا في المزرعه،
اعتقد ان العجول البلدي لها بدائل تاني بالنسبه للعلف. ما هو العلف اهم حاجه في اللحمه او في البهيمه العلف. سيبك لا برسيم ولا دريس ولا اي حاجه تقوت البهيمه الا العلفه وشات السلال. تبني لا تبني خفيف ده الناس بتاكله وناس ما بتاكلوش. تمام. اتكلمنا عن المتابعه بقى اليوميه بتاعه البقره بقى بنتعامل معاها ازاي بقى؟ احنا بالصلاة على النبي هنا احنا معانا دكتور بيشرف على المزرعة واخواتي كده وشغالي بيقوم مثلا احنا بنحلب 3 مرات كل معدل 8 ساعات عشان اللبن والبهيمة ما تتعبش. تمام. وتجدد وتاكل وتجدد. كم وحدة للحليب هنا بقى عندك؟ عندي 8 نقط محلب 8 نقط. وخلال زيارتنا لمحافظة الغربية قابلنا مسؤولي الانتاج الحيواني بالمحافظة وتعرفنا منهم على أهمية تحسين السلالات والمتابعة الدورية لمزارع إنتاج الألبان. كمان النهاردة وزارة الزراعة بتقوم بمشروع التحسين الوراثي لسلالة الأبقار ووضع خريطة واقعية للمشاكل اللي بتواجه السلالات المصرية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني في مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. كمان اتعرفنا من مسؤول الانتاج الحيواني في الغربية عن إجراءات الحصول على رخصة لإقامة مزارع حلاب أو تسمين. كمان إزاي استفادت محافظة الغربية من مبادرة مشروع إحياء البتلو لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء وكيفية حصول المربي على المشروع، وكمان دور البنك الزراعي المصري في المساهمة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والتسهيلات اللي بيقدمها البنك الزراعي للمربين. المهندس فخر الباز مدير الثروة الحيوانية بالغربية، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. طمنا بقى على الإنتاج الحيواني هنا بالنسبة لمحافظة الغربية. محافظة الغربية محافظة رائدة متميزة في كافة المجالات الزراعية خاصة مجال الثروة الحيوانية. عندنا تنوع وتميز في كافة مجالات الثروة الحيوانية. عندنا مزارع ماشية بأنواعها، عندنا مزارع تسمين، عندنا مزارع دواجن بكافة أنواعها، عندنا مناحل أبراج حمام، مراكز تجميع ألبان، كل ما يخص الثروة الحيوانية موجودة على أرض محافظة الغربية. تمام. احنا لو هنتكلم النهاردة لو عايز أنا مثلا رخصة النهاردة علشان أعمل مزرعة لإنتاج الألبان أو اللحوم إجراءاتها إيه؟ تمام عليك. طبعا احنا بنشتغل وفق قرارات وزارية. عندنا قرار 773 الخاص بترخيص مزارع المشي، أو قرار 368 خاص بترخيص مزارع الدواجن. المواطن أو المزارع أو المربي بيتوجه للإدارة الزراعية بيقدم طلب إنه عايز رخص مزرعة. الموضوع بسيط خالص، تم عمل معينة وفق النماذج اللي جاينا من قطاع الثروة الحيوانية والوزارة، وفي خلال 15 يوم بتكون الرخصة في إيد المواطن. إجراءات بسيطة، أوراق بسيطة، تسهيلات تامة في استخراج التراخيص لتقنين الأنشطة الزراعية. تمام. بالنسبة لمشروع البتلو في اهتمام كبير النهاردة لإحياء مشروع البتلو، احنا بالنسبة للغربية هنا وصلنا فين؟ طب سعادتك الغربية من أولى المحافظات اللي اشتغلت في مشروع البتلو. آخر رقم عندنا كان 303 مليون جنيه صرفهم للمستفيدين من مشروع البتلو. القروض شغالة سواء بتلو أو أجنبي، الدنيا في موضوع البتلو في الغربية في أفضل حالات. طبعا التسهيلات المقدمة للمربي سواء مشية أو بتلو أو مزارع أو مراكز تجميع ألبان، كل التسهيلات مقدمة من أول الدعم الفني لتسهيل الإجراءات. لأي مشكلة تقع له مع البنوك إحنا بنتدخل وبنعمل اجتماعات معهم، وأي مشكلة لدى أي مزارع أو مربي بيتم حلها. النهاردة عندنا مشروع هو مشروع التحسين الوراثي للماشية علشان زيادة الألبان واللحوم. احنا بدأنا هنا في الغربية معليك، ده اول من تكلم عن موضوع تحسين الوراثي معالي الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تكلم عن احلال السلالات الاجنبية والتحسين الوراثي للسلالات المصرية. التحسين الوراثي طبعا احنا عندنا السلالات المصرية بتاخد نفس الاكل بنفس الرعاية، الانتاج اللبن بتاعها ضعيف، الانتاج التحويل بتاعها اللحوم ضعيف. فانا في من خلال برامج التحسين الوراثي اللي بيتم طبعا بيتم خلال مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية بالتنسيق مع الزراعة، لأن الإدارات الزراعية ومديرية الزراعة لأنها كلنا بنخدم على المزارع والمربي. أخذنا خطوات كبيرة في موضوع التحسين الوراثي في كافة مراكز المحافظة الثمانية، وعندنا نتائج تم تقييمها من قطاع الثروة الحيوانية والنتائج إن شاء الله ممتازة. النهاردة عايزين ندعم صغار المربيين،
في مبادرات كتيرة النهاردة من وزارة الزراعة والأوقاف والتضامن، احنا داخلين في المبادرات دي؟ طبعا المبادرات دي الهدف الأساسي منها توفير سلالات ذات انتاجية عالية، عجلات عشار أو تحت العشار، بيتم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني أو الأوقاف أو أي جهات مانحة، وطبعا احنا كل ما يطلب منا بننفذه في هذا الموضوع. تمام. النهاردة البنك الزراعي المصري بيقوم بدور مهم جدا في تنمية الثروة الحيوانية، احنا بنتعامل ازاي مع البنك الزراعي المصري؟ هو اهم شيء ان المواطن او المزارع او المربي يكون معه رخصة تشغيل، في موجبها بيتوجه للبنك. البنك بيقوم بعمل كل الاجراءات اللازمه، اذا كان عايز قرض تربيه، قرض تغذيه، عايز يجيب سلالات. البنك الزراعي المصري هو بنك الفلاح، هو ايده في ايد المزارع وفي ايده في ايد المربي. وعلى فكره برضو شيء بذكر، البنك ساعات بيبعت لي بيقول لي وفيني باسماء الناس اللي مرخصه عندك عشان انا انزل لها واعمل لها مبادرات. يعني البنك هو اللي بياخد الخطوه كمان، ما بتنتظرش المزارع او المربي يروح له. انت شايف دور البنك الزراعي النهارده المصري تحسن أداء على الأول كتير؟ طبعا هو دور رائد، وتم بصراحة بقى فيه ميكنة وما فيش أي معوقات، والموضوع يعني بقى فيه تسهيلات كبيرة جدا، حتى في الإجراءات وفي الضمانات بقى فيه تسهيلات كبيرة جدا، والمزارع عندنا طبعا هو في عين الدولة قبل أي شيء. تمام. بالنسبة للمشروعات الدواجن البنك بيساهم إزاي معها؟ طبعا المشروعات الدواجن هو له المواطن او المزارع او المربي عايز يحول النظام المفتوح للنظام المغلق، البنك بيتولى الموضوع ده من الالف للياء بموجب عروض اسعار، والعمل بيمشي وفق الاجراءات الرسميه. تمام. عايزين نقول رساله لمربي الثروه الحيوانيه هنا بالنسبه للغربيه. تمام. انا عندي اذا كان المربي ده مربي ماشيه حلاب او تسمين او بتيلو، او حتى راجل عنده منحل، او حتى عنده حتى مشروع مركز تجميع الالبان اللي هي الغربيه مميزه فيها ان شاء الله، احنا بنقول له احنا في ايدنا في ايدك، ومكاتبنا احنا ما بنقعدش في المكاتب، احنا بنجي لك ونمر عليك، سواء كانت ادارات زراعيه او ادارات بيطريه، لان كلنا مركب واحد وكلنا بنخدم على المزارع والمربي، وهدفنا الاساسي هو توفير الامن الغذائي القومي. تمام. احنا عندنا مشروعات بالنسبه لي، مشروعات تسمين الاغنام، مشروعات البط هنا في الغربيه تنوع، زي ما قلت معليك في تنوع ممتاز، عندنا مزارع بط، عندنا مزارع ارانب، عندنا مزارع اغنام، كل في تنوع في محافظه الغربيه في كافه الانشطه الزراعيه، ان هي طبعا هي محافظه اذا كانت بنقول عليها محافظه مغلقه او ملهاش ظهير صحراوي، انما هي مميزه في كافه في المحاصيل وفي الانشطه الحيوانيه.